بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، الورد الجوري يعتبر من أجمل زهور نباتات الزينة، فعشان كده لازم يكون له رعاية خاصة وعناية خاصة عشان يقدر يديني زهور جميلة جدا وتعيش معايا ويكون زهرة جميلة جدا معايا. فطرق صيانة الورد الجوري والتقليم هنشوفها مع بعض عشان نشوف ازاي احنا نعمل عناية ورعاية وصيانة للورد الجوري. وايضا من طرق العناية بالورد الجوري ان هو لو في سرطانات ورد النسر من تحت لازم اشيله واتخلص منه بسرعه. طب اعرف السرطان او ورد النسر ازاي؟ بلاقي السرطان ورقته رفيعه ومدببه، ورق الورد الجوري بتبقى مربعه واخده الشكل المدور. الورد الجوري بيبقى ورقه مربعه واخده الشكل المدور. ورد السرطان بلاقيه رفيعه ومدببه، ده بيطلع من تحت جذور الورد الجوري اللي هو اصل الورد الجوري. فلما بلاقي فيه ورد السرطان لازم اتخلص منه بسرعه واشيله. ده كده وبمشي مع الفرع بلاقي هو ده. ورد السرطان اللي انا المفروض اتخلص منه من الورد الجوري، عشان انا لو سبته في الورد الجوري هيأثر على الورد الجوري وهيقضي عليه. طيب طبعا من طرق العناية بالورد الجوري ان انا ببدأ في اخر خريف او في اول الشتاء بديله اسمدة تدفي الجذور اللي تحت زي السماد البلدي او السماد الادوي. في شهر او في موسم الربيع ببدأ اديله سماد ازوتي او اسمدة ورقية. من طرق العناية بالورد الجوري ان انا باجي في موسم في نهاية موسم الخريف وابدأ اعمل له عملية تقليم. عملية التقليم لها فوائد كتيرة، زي ان انا بعمل توازن بين المجموع الخضري والمجموع الجذري بتاعها. بدي برضو من فوائد تقليم الورد الجوري ان انا بطلع نموات جديده تبدا تجيب لي زهور قويه وتقاوم السرطانات وتقاوم الامراض للورد الجوري. الورد الجوري ممكن يصاب بامراض زي حشره المن او حشره التريبس او الحشرات الورقيه زي كده. ده كل ده علاجه سهل جدا، برشه بمبيد الملاسيوم. رشه بمبيد الملاسيوم بيقضي على كل الحشرات الورقيه لنبات الجوري. طيب ازاي يقلم نبات الورد الجوري؟ تقليمه بيكون بالشكل ازاي؟ ببدا ان انا من ارتفاع 40 الى 50 سنتي وابدا اقلم نبات الورد الجوري عشان يطلع نموات جديده ويديني زهور قويه وجديده، وفي نفس الوقت يقاوم الحشرات الورقيه زي المن والتريبس والبق الدقيقي اللي بيصاب بيه الورد الجوري. انا قلت ببدا من حوالي 40 الى 50 سنتي وابدا اقص الورد الجوري.
نلاحظ هنا واحنا بنقلم الورد الجوري لقينا ورد النسر اللي هو بيأثر على الورد الجوري، فلازم اتخلص منه، اللي هو بيطلع من تحت الجذر. اعرفه ازاي بيطلع منين؟ من تحت الجذر. ده الجذر النبات الجوري، وده السرطان اللي طالع من تحت الجذر، فلازم اتخلص منه نهائيا بالطريقة دي كده. رأي عند تقليم الورد الجوري ان احنا نخلي الورد كله بمنسوب واحد في القص، القصة كلها بمنسوب واحد. عشان يخش عليا موسم الربيع يكون عمل نموات كتيرة جديدة وبدأ يجيب لي أزهار قوية وجديدة. كده انا عملت توازن بين المجموع الخضري والمجموع الجذري. كده عملنا عملية تقليم الورد الجوري. معانا الورد الجوري في بداية فصل الربيع بعد ما عملنا له عملية الصيانة والتقليم وإزالة السرطانات أو ورد النسر منه اللي اتكلمنا عليه، بدأ الورد الجوري يطلع نموات جديدة، أفرع جديدة وقوية، وبدأت تبدأ بالتظهير معانا زي ما احنا شايفين في الفيديو. ده من فوائد تقليم وصيانة الورد الجوري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مرة تانية في عملية صيانة الورد الجوري. ده بعد عملنا له عملية الصيانة وشلنا منه اللي قلنا عليه السرطانات أو ورد النسر، بدأ معايا في موسم الربيع يبدأ زهور جميلة جدا زي ما انتم شايفين. بدأ معايا في فصل الربيع بزهوره القوية اللي قلنا عليها وبالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده. وبدأ طبعا يجيب أفرع نموات جديدة قوية. وده زي ما قلنا من فوائد صيانة الورد الجوري، اللي احنا بنشيل منه السرطانات او ورد النسر وبنعمله عملية التقليم. طبعا كنا عملنا له عملية التقليم على حوالي 40 من 50 سنتي، كنا عملنا التقليم من هنا كده. ودي طبعا الفروع الجديدة اللي جابت لي الزهور الجميلة اهي، التقليم من هنا كده، وبدأت الافروع الجديدة ديت او النواة الجديدة اللي جابت لي الزهور القوية اللي احنا شايفينها في الفيديو مع حضراتكم. ده التقليم، مكان التقليم اهو، ده مكان التقليم، ده كده مكان التقليم اللي قلمناه، والفروع الجديدة او النموات الجديدة اللي طلعت دي كده اللي جابت الزهور اللي موجودة معانا. بالطريقة دي كده يستمر معايا في التزهير فترة طويلة ويكون أفرع قوية وزهور قوية زي ما احنا شايفين في الفيديو.
لو بدأ معانا تاني يظهر سرطانات او ورد النسر تاني نشيلها برضو، عشان ده ممكن يأثر معانا في فصل الربيع والصيف. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى ان معلومة لصيانة الورد الجوري. شكرا لحسن المشاهدة، كما شرفنا الاشتراك في القناة، نتابع مع بعض، وصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.